Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام. فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا كما عرفتوا في الفيديوهات السابقة درنا لي فارياسيون دياغنوستيك تقويم تشخيصي، واليوم إن شاء الله غادي نبداو لينيتي الأولى، يعني الوحدة الأولى، كتاب المتعلم والمتعلمة، ميز أبخونتيساج أون فرونسي سيزيام أني دو لونسينيومون بخيمار، صافي؟ وهاد لينيتي العنوان ديالها دي سيفيليزاسيون يونيفرسيل. شنو هي سيفيليزاسيون يونيفرسيل؟ دي سيفيليزاسيون هي الحضارات، يونيفرسيل سي العالمية، الحضارات العالمية. ملي كنتكلموا على الحضارات العالمية يعني كنتكلموا على المآثر التاريخية إلى غير ذلك. دونك à la fin de cette unité، في الاخير ديال هاد الوحده، tu seras capable de comprendre، غادي تكون قادر انك تفهم، et de produire، وانك تنتج à l'oral، في الشفوي، et à l'écrit، وفي الكتابي، des textes، انك تفهم دي تكست يعني النصوص، افيزي ناراتيف يعني دي تكست حكائيه، اي ناراتيف ديسكريبتيف اولا نصوص حكائيه وصفيه، صافي. دونك هذا هو الهدف من هذه اليونيتي. شنو هو الهدف؟ هو انك تكون قادر في الاخر، ننساليو هذه اليونيتي، تكون قادر انك تفهم او تبرودوي يعني تنتج في الشفوي وفي الكتابي. دي تكست ناراتيف يعني نصوص حكائيه، اي ناراتيف ديسكريبتيف حكائيه وصفيه، صافي. دونك هنا دي سيفيليزاسيون يونيفرسيل انريشيستيل لو باتريمون مونديال. دونك هذا تساؤل، هذا هو التساؤل اللي غادي نعرفوا الجواب ديالو من خلال الدراسه ديال هاد لونيتي، صافي. التساؤل واش كيقول لك؟ كيقول لك واش هاد الحضارات العالميه كتقدر تغني لو باتريمون مونديال، يعني الموروث الثقافي العالمي او التراث العالمي. دونك الجواب ديال هذا السؤال، لا ريبونس، دونك اون فا سافوار لا ريبونس دون لينيتي، في الدراسه ديال النصوص ديال لينيتي، الدراسه ديال الدروس ديال هاد لينيتي، صافي. سيغ افاك موا توجور. دونك حنا اليوم غير غادي نبريزونتيو هاد لينيتي، صافي. شوف معايا، هنا عندنا واحد لي 3 ديماجينايا، هنا عندنا دي كاستيون دوبسرفاسيون، صافي. اوبسرفاسيون اي ديكوفرت، جوبسيرفي جو ديكوفر. لا بروميير كاستيون، كو فواتو سور سيت باج؟ هاد لا باج هادي شنو كتشوف فيها؟ دونك هنا كنشوف فيها دي ايماج. جو فوا دون سيت باج 3 ايماج، صافي، او بيان 3 فوتو. لا بروميير كونسيرن كوا؟ كونسيرن لي بيراميد، يعني الاهرامات. اي لا دوزيام سي لا تور، la tour Hassan, et ici c'est la tour Eiffel, vous savez, c'est la tour Eiffel. La deuxième question, suivez toujours avec moi, où se trouvent ces monuments? Donc où se trouvent ces monuments? Donc on va commencer par le premier, regardez, le monument des pyramides. Les pyramides se trouvent à Giza, à Medina, à l'Égypte, d'accord? Dans la deuxième image, il y en a la tour Hassan. La tour Hassan se trouve à Rabat, Rabat, au Maroc, au Maghreb, ça fait. Et la troisième image, il y en a la tour Eiffel qui se trouve à la ville de Paris, en France. Question suivante. Connais-tu d'autres monuments emblématiques appartenant à des civilisations universelles? يعني كيقول لك واش عارف دوتر، يعني مجموعه من المآثر التاريخيه الاخرى اللي عندها الرمزيه في لو باتريمون مونديال. دونك نذكروا حنايا غير لي مونيمون ماروكان، اليونا الكتوبيه ا مراكش، اليونا اوسي جامع الكرويين à Fès, il y en a la mosquée Hassan II à Casablanca. Donc ce sont des monuments emblématiques appartenant à des civilisations universelles. La question 4, yani hadouma li qultoum, où se trouve? Donc on a le Koutoubia se trouve à Marrakech, toujours au Maroc, le Karawiyin se trouve à Fès, la mosquée Hassan II se trouve à Casablanca. Ici, il y en a le projet de classe. Le projet de classe, c'est de réaliser un dossier sur les civilisations universelles. Je n'aurai d'une dire, radin n'haoulo n'jzo, واحد المجلد, واحد le dossier. Yak, je n'aurai qu'on fait, radin qu'on le mordou, sur les civilisations universelles. Yannif, l'hadara l'alamia, ou radin j'm'out savoir d'yal, m'aater tariqiya bhal haka, ou radin dire, واحد, une petite présentation des images et des monuments, ou bien des civilisations universelles. دونك وهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان فقط اون بريزونطاسيون سامبل ديال لونيتي، فقط عرفنا بهاد الوحده اللي غادي تكون كتهضر على الحضارات العالميه، غادي نشوفوا فيها بزاف ديال لي مونيمون هيستوريك. ان شاء الله غادي نخدم هاد لونيتي معكم كامله، الدروس ديالها كاملين ان شاء الله. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.